2/8/2012 شهداء مجزرة القصف بالطائرات على غارية غربية. لا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرئيس إني أدق إليك هذا الخبر، هذا الإجرام، هذا الإرهابي الكبير، إن هذا هو الإرهابي، إن هذا هو المؤامرة القومية على سوريا وعليك وعلى ولي المعلم وعليك يا أيها القدر، يا أيها النجس، يا أيها الحقير، هذا هو الإرهابي، هذا هو الإرهابي الكبير، هذا في الدرجة الأولى قبل وقبل ابن لادن وقبل كل الإرهابيين في العالم. يا ابن الذي انت ابنه، يا ابن الخنزير الذي انفك امه، يا ابن الكافر، يا ابن الملحد، هذا هو الإرهابي، هذا هو اكبر إرهابي. الحمد لله الذي قتلته، قتله الطيار الذي اصاب بيته، هذا هو الإرهابي الكبير، هذا هو الإرهابي الكبير. يا ابن الخنزير انا ندعو لك البصرى، فتمنى فلك النعيم للجحيم للويل الذي استأسست للسافلين. إنا نطلب لك خبر هذا الإسرائيلي، هذا المعادل هو الإرهابي، وأنا إليه وأنا إليه. القاسم عميد جمعة ذو الثلاث